اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من حصه البلاد اليوم. 2250 او الدرجه 2250 هي الدرجه التي احتلتها احسن وافضل جامعات الجزائر جامعه هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. هذا وفق تصنيف عالمي معترف به. رانكينج ويب اوف يونيفرسيتيز هذا الموقع الذي سنويا يصدر تقريرا حول أحسن الجامعات من الرقم واحد إلى أسفل السافلين. طبعا هذا التصنيف هو تصنيف الجامعات على مستوى الكرة الأرضية على مستوى الأرض وليس على مستوى المجرة ربما حتى يكون تصنيف الجزائر فيها بهذا الرقم الذي يراه البعض أنه فلكي وكبير إذا ما تحدثنا عن تصنيف الجامعات. ربما يتحدث الكثير من المراقبين ويطرحون السؤال الأساسي. حول وضعية الدول في العالم وحول مستقبل أي دولة في العالم، أين هي الجامعات؟ أين هو تصنيف الجامعات؟ أين هي نوعية الجامعات؟ فإذا ما أجبنا على هذا السؤال بهذا الرقم نتساءل إلى أين أين نحن؟ وأين نحن ذاهبون؟ لماذا هذه الجامعات الجزائرية بهذا المستوى؟ بينما وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقول بأن هذا الترتيب هو ترتيب ليس بالترتيب السيء إذا ما كان هنالك سبع وعشرين ألف جامعة في العالم هي التي تدخل في هذا التصنيف. نتساءل إذا ما كنا نقارن أنفسنا ربما بالدول التي هي قريبة منا مثل مصر مثل المملكة العربية السعودية وبعض الدول الإفريقية والمغاربية التي ربما هي قريبة منا. نتساءل تساؤلا كبيرا هل هذا هو التصنيف الذي تستحقه الجامعة الجزائرية؟ لبلد اسمه الجزائر هذا بالمقابل لكن بالمقابل أيضا لماذا هذه الجامعات التي دائما ما توصف بأنها السيئة وبأنها رديئة وبأنها تحتل مؤخرة الترتيب لماذا يتهافت العالم والعالم المتقدم خصوصا لأطبائها ومهندسيها وإطاراتها وخريجيها هل نلوم ونصنف المصنع بأنه سيء ورديء وأنه يتذيل الترتيبات فيما نحاول أن نخطفه، نحاول أن نسرقه، نحاول أن نغري صناعة هذا المصنع. أليست التجارب السابقة دلت بأن التصنيفات السياسية هي عامل مهم في تقييم الجامعات عبر هذه التقارير. في حلقة اليوم نحاول أن نبحث في واقع الجامعة الجزائرية ما لها وما عليها. ماذا يدل هذا التصنيف هل هو فعلا تصنيف واقعي حقيقي منطقي يعبر فعلا عن واقع الجامعه الجزائريه ام ان هناك مؤشرات وعوامل اخرى دخلت في هذه المرتبه طبعا في حلقه اليوم نحاول ان ننظر الى الجامعه الجزائريه ربما اعتدنا ان ننظر اليها من منظور الاساتذه وكبار يعني الموظفين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي هذه المرة ننظر إليها من منظور الطالب الجزائري كيف يرى جامعته وتصنيف جامعته طبعا يحضر معي في هذه الحلقة كل من السيد صلاح الدين دواجي الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر أهلا بك سيد أهلا وسهلا أهلا محمد. وأيضا السيد نذير عليتسا نائب الأمين العام للتجمع الطلبة الجزائريين الأحرار أهلا بك أهلا بك مرحبا يا ضيفي الكريمين مشاهدينا الكرام حتى ندخل في الموضوع وفي صلب الموضوع نفهم ربما هذا التقرير على ماذا اعتمد وكيف صنف الجامعات الجزائريه وكذلك ردود الفعل ربما من الوزير ومن بعض النقابات في داخل القطاع نشاهد تقرير الزميل اسامه دحمون ثم نشرع في النقاش جامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا تحوز شرف الدخول في ترتيب الجامعات العالمية لكن في مؤخرته بفارق كبير عن جامعات الصدارة فأفضل جامعة جزائرية احتلت في تصنيف الموقع المتخصص رانكينج ويب أوف يونيفرسيتيز المرتبة الـ 2250 عالميا إذا شفنا أن أول جامعة جزائرية حاليا هي جامعة هواري بومدين راهي مصنفة في المرتبة فوق الـ 2200 إذا شفنا أن 30 جامعة جزائرية غير مصنفة أصلا يعني تصنيف إذا شفنا أن أكثر من 30 جامعة جزائرية مصنفة فوق الرتبة 10000 يعني على المستوى العالمي نقول أن هذا التصنيف هو مهم جدا مراتب تدفع لإثارة عديد التساؤلات حول منظومة التعليم في بلادنا التي لا تزال عاجزة حتى على تحسين ترتيبها بتحسين أدائها وترقية برامجها التعليمية هذا مرده السياسة التعليمية الجامعية المطبقة هذا مرده فشل على مستوى الجامعة الجزائرية التي التي أصبحت لا تنتج كفاءات أصبحت لا تنتج فقط للأسف الشديد للمسؤول الأول على القطاع رأي آخر عما عم تنعت به أحيانا الجامعة الجزائرية من أنها في ذيل الترتيب أقول هذا كلام غير صحيح ونحن جامعاتنا موجودة في الألفين الأولى فهل المؤسسة التي توجد في الألفين الأولى من بين 27 ألف هل نعتبرها في ذيل الترتيب؟ حتى وإن سلمنا بكلام الوزير واعتبرنا أن الترتيب مجحف في حق جامعتنا لكن أن تحتل أحسن الجامعات الجزائرية المرتبة الثالثة عشر إفريقيا فهذا يعني أننا نعيب الترتيب والعيب فينا حتى على مستوى الجهة والترتيب العربي الإفريقي الجامعة الجزائرية غير مصنفة أصلا إذا شوفوك إذا الجزائرية بالجامعات المصرية أو الجامعات السعودية على المستوى العربي فهي في في ذيل الترتيب اذا قارناها بالجامعات الافريقيه نلاحظ ان بعض الدول الافريقيه اللي ما عندهاش امكانيات ماديه رغم ذلك فان الجامعات راهي مصنفه في مراتب احسن بكثير من الجامعه الجزائريه فالجامعه الجزائريه عجزت حتى عن التواجد ضمن احسن عشر جامعات افريقيه بينما كانت السيطره المطلقه افريقيا للجامعات المصريه فيما واصلت جامعات ال سعود التغريد في صداره ارقى الجامعات العربيه دون منازع. اذا هذا تقرير الزميل اسامه دحمون وضعنا ربما في أمشهد مشهد هذا التقرير وتصنيف احسن الجامعات الجزائريه التي هي جامعه العلوم والتكنولوجيا في باب الزوار والتي احتلت المرتبه 2250 عالميا و13 افريقيا وعربيا لا ادري لكنها دائما تتوارى خلف دول عربية وجامعات عربية أهمها سعودية ومصرية طبعا أبدأ بك سي صلاح الدين دواجي يعني ملعبنا لا في العالم هذا 2250 مرتبة وفي إفريقيا 13 عربيا أيضا رانا متواريين خلف جامعات مصرية وسعودية واش حال الجامعة الجزائرية هل فعلا هذا التقرير وهذا التصنيف فعلا يحدد واقع الجامعة الجزائرية ام انه فيه فيه ما فيه فيه كلام هي في الحقيقه تصنيف الجامعه الجزائريه اذا اردنا ان نكون واقعيين اكثر تقييم هل هو نسبي ام 100% ان الجامعه الجزائريه في الحضيض على قول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مثلا في الوزير لما يقول باللي شيء إيجابي أننا في الألفين قبل سبعة وعشرين فرحان الوزير هذا فيها نتيجة إيجابية لكن الحالة التي تعيشها الجامعة لا تخفى على أي كان حتى في النقد الذاتي بعضنا الحالة التي وصلت إليها الجامعة الجزائرية وهذه نتيجة طبيعية في تصنيفاتنا حتى أني قلت لما لقيتها في الـ 2000 شخصيا تفعلت خير لأنه مزيان ما داروناش خارج التصنيف لأنه بالك باش ما نكونوش راهم دارو معانا كيحطوا الجامعة الجزائرية في الـ 2250 ما حسبوناش كاش بريمار ولا كراش 2250 راهم دارو معانا لأنه الواقع شيء آخر الشيء اللي تعيشه الجامعة الجزائرية رغم ما يخصص لها من ميزانيات ضخمة من ملايير دولارات كل سنة من أجل يعني تطوير البحث العلمي أنه تصنف في هذا التصنيف اللي ما من كما نقولوا ما من من نستندوش عليه 100% لكن نحطه كاساس لمعرفه الواقع المر التي تعيشه الجامعه الجزائريه والحالات لانه لي. علاش؟ انا قلتها ونعيدها، بعد ما كانت في السنوات الفارطه، سنوات الفارطه كانت تعريف الجامعه هو عباره عن واش؟ عباره عن عطله سنويه تتخللها بعض ايام الدراسه، الان اصبحت الجامعه هي عطله سنويه تتخللها بعض ساعات الدراسه، فقط لانه كل ما طالب يدخل من دخول جامعي هو يعيش داخل دوامه من المشاكل اللي بعدها تتطور الى احتجاجات الى اضرابات الواقع كيفاش يكون هناك بحث اللي تخليك انك تقدمه والناس تشوفوا عليها على اساس تصنفك وبالتالي هذه الامور والمشاكل اللي يتخبط فيها الطالب يعني منذ دخول الجامعة إلى غاية خروجه بالإضافة إلى ذلك الطالب لما أنت توجهه إلى تخصص غير راغب فيه مش راغب فيه كيفاش راك باغي يقدم لك منتوج علمي غزير لتقدر أنك تنافس به بقية الجامعات يعني الحمد لله وبالتالي نقولها ونعاودها وبالك نضم صوتي صوت الوزير الحمد لله لانه صنفونا بالك كثير ما فهمش الوزير الحمد لله ديجا كيصنفونا كي, كي شافوا لينا رانا كاينين رانا كاينين على الاقل, الأقل صفه جامعه إه؟ هذا التوصيف السي ندير عليتسا تشوفوا لكن الحمد لله كيصنفونا ما اعتبروناش كاش ابتدائي ولا تحضيري بسم الله الرحمن الرحيم بداية نشكر قناة البلاد على الاستضافة مرحبا بك نرحب الأخ صلاح الدين الدواجي قبل أن أتحدث عن التصنيف تصنيف الجامعة الجزائرية ربما نتحدث عن الجامعة الجزائرية نقول أن الجامعة الجزائرية بلغت مستوى مهم جدا في الشق البشري والشق المادي نحن الآن نملك في الجزائر أكثر من 105 جامعة على مستوى الوطني موزعون على 48 ولاية ربما نتحدث على التصنيف الذي خرج منذ أيام يتحدث عن واقع الجامعه الجزائريه. نحن نتحدث عن هذه الهيئات والمجلات والمواقع التي تقدم لنا كل مره تصنيفات جديده عن واقع الجامعات العالميه. انا اقول الجامعه الجزائريه ليست سيئه للدرجه انه اول جامعه جزائريه تصنف في المرتبه. 2250 متمثلة في جامعة باب, باب الزوار. للعلوم والتكنولوجيا عند دراسة تصنيف أي مجلة ولا أي هيئة ولا أي موقع لا بد أن نعتمد على معايير ما هي هذه المعايير التي اعتمدتها هذه المواقع أو المجلات أو الهيئات لتصنيف الجامعة الجزائرية نقول في مقارنة صغيرة ما بين عام 2012 و 2018 في عام 2012 ظهرت ما يسمى تصنيف شينغهاي إيه هذا المعهد في جامعة الصين 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 الشعبية عندما صنف الجامعات الجزائرية في المراتب الأخيرة والتصنيف الأخير كذلك صنف الجزائر الجامعات الجزائرية في المراتب الأخيرة لكن عند مراعاة المعايير التصنيف اول معيار تعتمد عليه هذه الوكالات او الهيئات يتحدثون على جوده التعليم إيه بنسبه إيه 10% يتحدثون على جوده هيئه التدريس 40% يتحدثون على الابحاث المنجزه وهذا مشكل بالنسبه لك هذا مشكل لي الحقيقه لا باش نكملوا البحث العلمي اخ اخ صلاح الدين باش نكملوا هنا في دراسه عندما يتحدثون على جوده تعليم العالي في الجزائر نظام نظام البيداغوجي المستعمل في الجزائر الم يكن نظام مستعملا في الدول المتقدمه هل لا. الجزائر البعض. هل صحيح الجزائر؟ هو في ظاهره أسمع. ربما في عنوانه هو نفس النظام لكن جابونا نظام يعني معوج مكرفس ما فاهمين فيه والو كيفاش راح نديروه بقى يعني بعد سنوات وسنوات قال لي سوف نعيد النظر فيه ساعة. يعني بعد ما فاتت اجيال واجيال فيه قبل ان م. نتحدث على نظام ام دي ايجابياته وسلبياته هذا النظام كان معمولا به في هذه الدول المتقدمه صحيح يتحدثون يتحدثون, يتحدثون, على الـ. جو... الـ. يتحدثون على جوده يتحدثون على جوده هيئه التدريس يعني في الجزائر في الجامعات الجزائريه لا نملك نخبة في الجامعات الجزائرية أنا أظن أن هذا التصنيف مجحف في حق الجامعة الجزائرية يعني غاروا منا هذا شافوا الجامعة الجزائرية الجزائر ملاح قال لك لا ندير لهم تصنيف نحطوهم على الاخر وخليهم يحصلوا يا استاذ ليس ليست غيرة ولا اي شيء وانما انا نشوف التصنيف هذا لا يراعي الواقع بتاتا لانه هذه الهيئات او المؤسسات لا تعتمد على امور ميدانيه وامور واقعيه عندما نتحدث نحن على معايير تصنيف الجامعات نتحدث مثلا على عدد البحوث المنجزه هل لدينا معلومات كافيه نحن الذين نقول اليوم بان تصنيف الجامعه الجزائريه مثلا لكن اسمح لي اسمح لي اسمح لي, لي ماهوش إيه في المستوى إيه سمح سي انت تقول سمح لنا سمح ما سمح البحوث ما البحوث البحوث يعني جامعه هارفرد راهي تولي مشاريع كبرى للصناعه والاقتصاد و و و البحوث الجزائريه مرميين في ليبوبات اسمح لي تشوف يعني هل, هل هذه البحوث هي حقيقه بحوث مكتوبه لكن واش من بحث من بحث استاذ استاذ هو في في المعايير في معايير التصنيف وهما اربع معايير تصنيف تعتمد عليهم الهيئات ه... هذه الهيئات في تصنيف الجامعات. أنا تناولت موضوع معايير التصنيف. إذا كان حنايا من غدوة تخرج لنا مؤسسة من المؤسسات اللي نشوفوا فيها ما عالمية ولا مجلة من المجلات العالمية ولا تخرج يخرج لنا معهد من معاهد الجامعات العالمية يقدم لنا مثلا تصنيف جديد يقول لك الجامعات الجزائرية في تقدم في تقدم مستمر وفي الرتبة الأولى عالمياً. ونحن عندما نلامس الواقع هل أن الجامعات الجزائرية في المرتبة الأولى كذلك العكس عندما تخرج لنا هيئات كاين جامعات حتى ما تذكرنا اسمح يا يا استاذ يعني يعني عندما, تقدم استاذ استاذ عندما تقدم عندما تقدم لنا هذه الهيئات والمجلات يجب ان نتحرى اولا حتى على طبيعه هذه المجلات والهيئات والمواقع هناك مواقع تجاريه وهناك مجلات سياسيه هذا التصنيف انا اقول لك بالنسبه ليست ايادي خارجيه نعم خلينا نشوفوا خلينا نشوفوا <applause> قال لك قال معليش نو <applause> no. خلينا نناقشوا هذه الفكره هذه المواقع وهذه المجلات ليست قرآنا منزلا كل كلامها يؤخذ ويرد ويمكن ان نحيط به يعني للنقاش وللشك ولكذا علاش نعتمدوا احنا هذه الجامعات؟ صحيح علاش هذه الجامعات ناخذوا هذا الرانكينج ويب اوف يونيفرسيتيز نجيبوا انا ونحطوه نقول لك هذا هو الحقيقه ونقشه مباشره. لا ما احنا ماناش نقولوا باللي هذا التصنيف انه قران منزه ونبنيوا عليه. انا في بدايه كلامي. احنا ثاني من جانب اخر ما من نبقاوش نمنوا على روحنا كي هذاك الانسان اللي شايف روحه داهم في حيط ويقول باللي انا في الطريق السليم. حتى ولو اننا ما نعتمدوش عليها 100% لكن نعتمدوا عليها كفرامل باش نعرفوا ندوس الواقع تاعنا لانه حتى واحد ما يخفش انا ما نسوقوش الوهم الناس المعايير سيدي وادي وريني المعايير انا انا المعايير الان انا نقولها انه باستطاعة الجامعة الجزائريه وبالتالي شوف باش ما نسودوش الوضع ونكونوا ناس موضوعيين كاين هياكل ما كاش بالك في العالم كله الهياكل اللي موجوده في الجامعات الجزائرية كاين إمكانيات ضخمة تضاهي كل الجامعات لكن احنا الإشكال نتاعنا في قضية تصنيف الجامعة مم. اللي كان يتكلم عليها والمعايير اللي مبنية على البحوث والصح في البحوث الجامعة لماذا سميت حتى الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باش نقدموا بحوث لاش تروح ندرس في الكارتون مهم نجيب البحث وبالتالي كي أن احنا اثيوبيا مصنفة احسن منا ويعني و... 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 دول افريقيا احنا ندعموا فيها بالاموال وصنف اكثر منا لانه لماذا تثمن انجازاتها حنا عندنا كما تكلم السي اننا الناس تدير بحوث الاف البحوث وملايين البحوث لما السطوك يتعمر يخرجوها ويقيتوها في البوبال وبالتالي ما تثمين هذا التثمين لما احنا كوزارة التعليم العالي وكنظام قائم من وزارة التعليم العالي كل الجامعات واللي تحمل مسؤولياتها الجامعات ايضا لان الوزاره حددت القوانين المنظمه لكيفيه يعني كما نقولوا آه تخزين الكم الهائل من المعلومات وانجازات الطلبه لكن تثمينها واش كاين وبالتالي الان احنا ما ننتقدوش من اجل النقد حابين صح نلتقيو بهذه الجامعه الجزائريه نقدموا حلول الحلول واضحه عندنا مليون و الف طالب عندنا الكثير من البحوث عندنا الكثير من الاختراعات عندنا الكثير من براءات الاختراع بالك الشيء اللي خلى جماعة باب الزوار الآن تصنف لأنه العام الفارط أعطت أهمية الكثير من الاختراعات والبراءات والمعارض اللي قدمتها وبعد أنها سجلتها هل نحن نسجل دوليا إنجازات طلبتنا أم لا؟ والدليل على ذلك أننا صح عندنا نخبة منتجة وعنا يقولك عقول يقول قويه قضيه البحوث وقضيه مشاركات ربما هذه الجامعات باختراعات ببحوث انه الجامعات الجزائريه اليوم خصوصا الكبرى منها اصبحت عندها موضه مثلا جامعه الجزائر واحد واثنين وثلاثه معنا بلش شحال يقول هذه الجامعات لما كل جامعه البوليده جامعه قسنطينه جامعه وهران جامعه تلمسان اصبحت جامعات يعني بفروع متجزئه وكل جامعه يعني بحوثها تروح منفردة يعني لما يعني تتشتت وتتكسر هذه البحوث وتروح يعني في النهاية لما نجون نشوف البحوث نصيبوها يعني شوية شوية لو نجمعوا شوية شوية في إطار جامعة واحدة يكون عندها تصنيف وهذا مشكل عويص جدا تحدث حتى أساتذة في القطاع إحنا الإشكال فاش إحنا نقولها الأوان الانتقال من مرحلة ومعركة الكم إلى معركة النوع الكاليتي إحنا خلال الاشياء الماضيه كامل ولينا كوانتيتي مليون ونص مليون ونص مليون ونص كلش مليون ونص يعني تاسيين بمليون ونص شهيد لا الان نمشي نحو تكريس النوعيه نمشيو للاليات ما نبقاش انايا نقول باللي او هذا التصنيف ما كاش منه او هذا ما قران منزه او الوضع تاع الجامعه احسن وبالمقابل ما من كذا ما تتقنعش انت ثاني بالتصنيف ما تجيش واحد من من بعد شوين ويزعزع لك يعني ما يزعزع آه حتى وكدا. واحد الثقه آه نو ما يزعزعنيش لا ثقتي ولا ثقه كي يسموه حنايا الجزائريين لو, لو انه لما يجيك تقرير خصوصا لما يكون باللغه الاجنبيه بالانجليزيه او الفرنسيه خلاص هذا هو القران المنزل لو انه لم يؤخذ على هذا التصنيف لما صرح الوزير والسلطات على هذا التصنيف لكن الشيء اللي لازم علينا احنا نقوم به هو كيفاش نقدر حتى ما حتى المواقع هذه الالكترونيه ما يهمنيش فيها انا يهمني الجامعه ماذا تقدم للمجتمع الجامعه الجزائريه ماذا تقدم, ما تقدم. وبالتالي هنا الاشكال كل الناس لما نديروا استبيانات استقراء لكل المجتمع لكل الشعب تقولوا نعم الجامعه نعم. الجزائريه نعم. تقدم سؤال, سؤال, ماذا سؤال, مهم. سؤال, مهم. سؤال, مهم. سؤال, مهم السيد نذير علي سقالك الجامعه ماذا تقدم للمجتمع المفروض ان الجامعات في كل دول العالم في كل المجالات هي القائدة هي القاطره الاماميه الجامعه هي في المقدمه والباقي راهم في خلفها وين توجههم الجامعه ببحوثها في العلوم الانسانيه في العلوم الاجتماعيه في الطب في التكنولوجيا في الهندسه اليوم الجامعه الجزائريه راهي في عالم والمجتمع راه في عالم كان راه يقول لك باللي آه هذا الجامعه هي فقط آه تمديد الفتره الانتقاليه بين الشاب الجزائري والبطاله نجد اليوم اصبح يقرا مرحله ليسونس ثم بعد ذلك اليوم اصبح الماستر الماستر يعني في الدول العالم فيه مسابقات فيه اجراءات فيه آه تمحيص والجزائر الوحيده تقرا ليسونس جوز الماستر يعني مباشره جسر وين هي هذه الجامعه وين راهي هذه الجامعه بالنسبه للمستق بالنسبه للمجتمع راهي في حاله تسلل واضح قبل ان اجيب على سؤالك استاذ ربما تعقيب آه الاخ صلاح الدين عندما قال الوزير صرح شفناه نعم. صرح نعم هذه ندوة صحفية الوزير ربما سئل من أحد الصحفيين وكان يعني نيت بالسعادة قال لك يصنفونا في مرتبة 2250 مقارنة ب 27000 لا عشان أستاذ عشان. أستاذ لا, لا شاهدناه هو شاهدناه هو, هو استاذ هو قال لك ما هو صافي بليزير انا نعرف 2250 أستاذ <applause> أخير يا أخير أستاذ, علي أستاذ, أستاذ, أستاذ علي أستاذ, 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 أستاذ علي نحن نقول هذه ندوة صحفية الوزير نعم شفناه باللي صرح وقال باللي الجامعة الجزائرية مصنفة مثلا تحت الألفين من وعشرين ألف هي راهي مئتين 2250 مرتبة لا ما, ما نقدروش نعتمدوا الأرقام أنا قلت لك الهيئات والمؤسسات هذه اللي تقدم لنا كل عام ولا كل ست أشهر يا سيدي تعطي لنا تصنيف تاع يعني نحن يعني لا كامل دا. تصريح على جال الوزير باش كاش ما تقدم له خدمة قدم له خدمة يا وبين يا عندما باللي واش يعني به الوزير عندما نتحدث على ماذا تقدمه الجامعة الجزائرية المجتمع الجزائري آه. وطريقة الانتقال عندما قلت أنت أنه الماستر الان مفتوح لجميع الطلبه الدكتوراه ربما مفتوحه لجميع الطلبه ليسونس لجميع الطلبه المستوى لا نتحدث المستوى سلم لي على المستوى, المستوى سلم لي عليه لكن المستوى لكن مستوى ما نقدروش نمدوا واحد الصوره سوداويه على الجامعه الجزائريه هناك جامعات فيها مستوى من بيناتهم جامعة باب الزوار، كاين كاين جامعات في الجلال اليابس في سيدي بن عباس، كاين جامعة في منتوري، كاين في جامعات الباز في سطيف، كاين جامعات، هناك مستوى وهناك نخبة جامعية تدرس في الجامعة الجزائرية. أنا أطرح عليك سؤال كما قلت في بداية الحصة، كيف للدول المتقدمة التي تضع الجامعة الجزائرية في آخر التصنيفات؟ وراها مباشرة تجد هذه الدول المتقدمة تجري وراء النخبة الجزائرية وراء الأطباء وراء المهندسين وراء الدكاترة الجامعيين. <applause> يعني الجامعة الجزائرية لا نقول أنها جنة فيها مشاكل سوى بيداغوجيا أو اجتماعيا نعم هناك نقائص نعم. لكن لا نستطيع ان نقدم نظره سوداويه للجامعه الجزائريه بهذه الطريقه عندما نظر... نتحدث عن نظام عندما نتحدث عن نظام الالم دي لا لا ما تشوف اسمع لا اسمح لي صراحه حنا ماناش في نظرة سودوية صحيح. انا نقولوا في الواقع والنقائص انا نتكلموا على النقائص ماذا بك تكلم على النقائص نتحدث النقائص هذيك تتحدث معليش انت شوف غير النقائص شوف غير الايجابيه لا ويقول فيه نقائص او يقول فيه نقائص اللي يجي يتكلم على النقائص مانيش نسودوا في الوضع ولا نرجعوا بالجميع الجزائريه على بالك الجامعه راهي تحدث الجامعه السويديه ايه بالك الجامعه السويديه لا اتحدث عن الجامعه الجزائريه عندما لما نتحدث على نظام الالم دي نظام الالم دي جاء بعد نظام الكلاسيك ونظام الكلاسيك بعد نظام الجودة المشتركة سي... اسمح لي اسمح لي أستاذ. سي... أستاذ. أستاذ فقط يقول لك الجزائري نطرح سؤال على الطالب على المجتمع الجزائري واش الفرق بين الكلاسيكي والالام دي؟ يقول لك برك الكلاسيكي بدلوا له الاسم فيه ربع سنين الاخر ولا فيه ثلاث سنين، يعني لا حتى لا لا حتى هذيك 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 و... هذيك المقررات اللي كانت اكثر يعني ثراء في الكلاسيكي ضعفت امام يا الألم استاذ. دي يقول لك العلاقه بالألم دي وسوق العمل هي علاقه مباشره وين راه سوق العمل؟ آه سهلين. سهلين. لا, ألمدي. حتى أصبح لا سوق العمل ولا يحزنون. حتى اصبح في الألم دي يقولوا الام دي ليس موا دوغمي خليني نرقد نتحدث على, نظام نتحدث على نظام نتحدث على نظام دي التي أثّت به الدوله الجزائريه في الدخول الجامعي 2004 2005 نظام الـ ام دي كان الهدف منه هو ربط الطالب الجزائري بالمحيط الاقتصادي هنا نتحدث عن اشكاليه نعم هناك نقائص في نظام الـ ام دي صح لا هنا نتحدث عن نقائص انا نقول لك باللي كاين نقائص في ربط الطالب بالمحيط الاقتصادي نعم حدثت اشكاليه لكن تتحدث وتقول ماذا قدمت الجامعة الجزائرية للمجتمع؟ لكن أنا لك. أقول لي لي سا. سا. لك لا أقول لك أعطيني مش مدمن لي فقط تعليق اسمح لي فقط تعليق لما جابوا هذه الإعلام دي قال لك رانا جايبين لكم النظام الأنجلو ساكسوني حنا غير سمعنا الانجلو ساكسوني يحسبنا خلاص دوك نعيشوا كيما بريطانيا كيما الولايات المتحده كيما استراليا خلاص جانا من ينقذنا وراح سوف نربط ومنا والعولمه ومنا في النهايه اصبح هذا الالام دي يعني من ابأس شيء مما قدم في الجامعه الجزائريه ليس كلامي بل كلام حتى الاساتذه اللي في الزمنين المخضرمين بين الكلاسيكي والالام دي ساجيبك على هذا السؤال عندما نقول ماذا قدمت الجامعه الجزائريه المجتمع واش <تكلمت> المدارس <فيدي>. العليا <سؤال> المدارس حلينا. العليا قدمت, قدمت قدمت نخبه اللي رانا فيهم اساتذه <سؤال> اليوم لا حتى واحد ما عليهم سنتحدث سنتحدث عن المشاكل البيداغوجيه للمدارس حلينا العليا خلينا خلينا نروح خلينا نروح الفصل ثم نعود نناقش وانت حتى انت ايضا سيد دواجي عندك ما عندك هذه النظره السوداويه اللي راك فيها حول الجامعه راح نرجع ليه في بدايه الجزء الاول مجددا الكرام فاصل قصير ثم نواصل اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا انتم تتابعون الجزء الثاني من حلقه اليوم من البلاد اليوم طبعا موضوعنا حول تصنيف الجامعات الجزائريه حيث احتلت افضل جامعه في الجزائر وهي جامعه هواري بومدين المرتبه 2250 في التصنيف الذي نشره موقع رانكينج ويب اوف يونيفرسيتيز هذا الموقع المختص في تصنيف الجامعات عبر العالم طبعا نناقش هذه هذا التقرير بين من ينظر إليه أنه فعلاً يعبر عن واقع الجامعة الجزائرية وأنها متراجعة ومتراجعة في التصنيف مقارنة بالجامعات العالمية وحتى العربية والإفريقية، وبين من يرى فيه أنه فيه الكثير من التحفظات وان فيه كثير من التسييس حتى يضع الجامعات الجزائريه في هذا المستوى طبعا ضيفي في حلقه اليوم كل من سيد نذير عليتسا نائب الامين العام لتجمع الطلبه الجزائريين الاحرار اهلا بك سيدي مره اخرى وايضا السيد صلاح الدين دواجي الامين العام للاتحاد العام للطلاب الحر اهلا بك سيد دواجي مره اخرى ربما سي نذير عليتسا قد احتج في الفاصل وقال لك بلي أعطوني واعطوني شويه مجال وقت في بدايه الجزء الثاني ماذا عسنا ان نفعل؟ اتفضل اتفضل باختصار. فقط النقطة وش قدمت الجامعة الجزائرية للمجتمع الجزائري؟ الجامعة الجزائرية عندما نرى النخبة التي تتخرج من الجامعة الجزائرية أين تذهب؟ أليس تذهب إلى المؤسسات العامة الجزائرية ولا المؤسسات الخاصة الجزائرية؟ عندما نتحدث عن إطارات إذا المدرسة الوطنية للإدارة أين هؤلاء الإطارات؟ أليسوا الآن يقودون البلاد في مختلف الوزارات عندما نتحدث عن النخبة الجزائرية التي تتخ... التي تخرجت من معاهد الإعلام والاتصال أليس هما الذين يقودون الإعلام في الجزائر يتوظفوا كمية منهم بعدين البقية يمسكوا راهم كاع راهم حيطيست وراهم شوماج وراهم بطالة وراهم وراهم عندما نتحدث عن عن إشكالية البطالة وإشكالية التشغيل نعود للأسف ما يحدث اليوم لاخواننا الطلبه في المدارس العليا الاساتذه الذي نحن كتنظيم طلابي في تجمع طلب الجزائريين الاحرار نتمنى ان يستعمل العقل من يستعمل العقل هنا الطلبه وزاره التعليم العالي و آه. لا بالعقل بلا اسمع لي صلاح الدين اسمح لي صلاح شوف اسمح لي اسمح لي شوف سي سي خلينا نستعمل تا... عقلنا لا. 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 شوف الطلبه بعقلهم اللي ما عندوش العقل اللي ما استجبش حتى ما هوش حتى مشكل هو انه يابلي كل ما في النص عندما اقول لك ان نستعمل نستعمل العقل هنا لابد من دراسه اشكاليه اين عندما ما نجد اخواننا الطلبه في المدارس العليا يحتجون على الوظيفه يعني فقط وين العقل هنا مو. على المفروض انك تدخل المدرسه العليا الاساتذه باش تخرج خلينا خلينا ويعني أوكي ومنصبك أوكي مكتوب أوكي بعدين يقول لك ما راحش تحلم راح, راح يصرى فيه استار يعني آه تضخم آه في قطاع التربيه اضراب اضراب حق مشروع للطالب أني معاك لكن الاشكاليه هل موضوع طلبه المدارس العليا متعلق بوزاره التعليم العالي هل وزاره التعليم العالي هي الوزاره الوصيه لتشغيل هؤلاء انا يعني ما نربطوش كلش بكلش لا, لا ما نقدروش نربط خلينا خلينا نروح خلاص انت سي صلاح الدين دواجي قال لك ما نربطوش وزاره التعليم العالي والجامعات الجزائريه الجامعه الجزائريه واش وظيفتها تخرج هؤلاء الطلبه هؤلاء الاطارات بعدين اذا عاد سوق العمل الاقتصادي معوج واش راح دير لهم هي تعاود هي تسقم كلش هي وزاره هي قطاع يؤدي دوره نشوفه في مستوى ما يخرجه كل سنه اما الفائض هذا والشوموز والبطاله وكذا هذا له نتيجه لقطاعات اخرى ما ادت مهمتها ثانيا مثل ما قال لك انه اذا كان تصنيف الجامعات الجزائريه بهذا السوء يا سيدي جامعه جزائريه ما عندها حتى قيمه ما عندها حتى مستوى ما عندها حتى تصنيف علاش اليوم فرنسا تفتح باب التوظيف للاطباء بدون شهاده معادله كندا علاش تريد الهجره الانتقائيه وتريد الاطباء والصيادله يعني مجموعه من القطاعات التي تريدها لولا يخليك هو يعني كندي المواطن تاعو طبيب جزائري ماشي قاري مليح والله صيدلي جزائري ماشي قاري مليح اكيد هو على باله بلي نظام التعليم الجزائري نظام مليح لهذا نقولك ارواح داوي لمواطني بدون شهاده معادله نستعرف بشهادتك نستعرف بمستواك هذا مقابل يعني هما يصنفك ماشي مليح بينما الطالب تاعك مليح ارواح ارواح ارواح, عندي نستفيد منك نفاق هذا نفاق واضح شوف كاين نقطتين وزارة التعليم العالي ماشي وزاره التعليم صح طب. لكن الاختلال فين لما وزارة التعليم العالي تسمى بوزارة وصية واجبها أنه الآلاف مئات الآلاف لما ينجحوا من شهادة البكالوريا التوجيه العشوائي لأنه لو أن الوزارة هذه اللي طالما ناديت به أنه يؤسس المجلس الاستشارة والتوجيه واسم سياسة العمل القطاع اللي مختلف القطاعات لانه المشاكل التي هي في وزاره التعليم الآلي تتدخل بكثير منها العديد من الوزارات الحقوق وزاره العدل الهندسه وزاره السكن المدارس العليا وزاره التربيه الاطباء وزاره الصحه الكل كل متكامل وزاره التعليم العالي هي جامعه ولا بد عليها ان تنسق مباقي باقي الوزارات والطالب الان باش تخلى الجامعه شوف خليني نكمل كلامي الطالب كي تخلى الجامعه تخل باش يقرا باش يتوظف صح ولا لا لا معناتها من اجل التوظيف ماشي باش يدي شهاده كيما كي نقولوا يفوت الوقت تاعو ولا باس دو طون نو انما او يقرا باش يروح يتوظف وزاره التعليم العالي كوزاره وصيه بدايه انا نعرف لي سوق الشغل الاولى ندرس احتياجات السوق لما كنت تتكلم فيها كنت تقول الألم دي جاء من اجل ربط السوق بالشغل ومن بعد تناقص فينا وبعد اجل الالام دي ربط الطالب آه بالحيط آه ولا حيط آه اسمع ربط لي الاولى يقول لك ربط الاقتصاد سوق شهاده الطالب بالسوق ومن بعد يقول لك باللي لا مش من وظيفته هكذا لا احنا نعطي حلول انا نعطيك حل خليني نقدم حلولي حلولي انه انا ما ننقدش هكا نقدو احنا نعطو قوه الطرح والمقترح لي تحتاج نعم نعم قضية انه هذه الجامعات يعني هذا هذا التصنيفات جامعة جزائرية مش مليحة وتريد <applause> أن تحصل على كفاءات الجزائرية <applause> هذا سؤال مهم ينبغي لك أن تجيب عليه وش معناتها هذا الشيء نشيله كان لابد من انه انا نعرف باللي احتياجات السوق في الادب العربي او في الحقوق او كذا مثلا تحتاج بعد خمس سنوات يحتاج السوق فقط 5000 متخرج علاه علاه درس 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 وزاره التعليم العالي مع بقيه الوزارات كامل التعليم العالي هل وزاره التعليم العالي <applause> هي مسؤوله على نجاح الطلبه في البكالوريا لا 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 قلت لك كل متكامل كل انا متكامل مش. الكل أوكي. متكامل خليني نكمل كل متكامل سي علي سي ناديك سي ناديك خليني نكمل فكرتي ومن بعد عقب عندك كل الوقت وعندك كل الامور كما كملت افكارك انا نقول باللي ان الاوان لاستحداث هيئه تنسق وزارة التعليم العالي هي اللي تقوم بها مع باقي الوزارات لتدرس احتياجات السوق اللي تكون الحشاعات طبعا طبع. والكفاءات التي تريد الـ الـ ان تهاجر اليها و... أما عنوزر. فيما يخص قضيه الـ 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 السياسة الكيل بمكيالين من قبل الدول والقوى التي تريد أن ازدواجية الازدواجية لأنه بكل بساطة هي دائما تريد أن تصنع إنجازاتها على إخفاقاتنا لما أخفقنا في الاستثمار في العامل البشري ومتخرجي الجامعات والنخبة التي خرج الجامعة الجزائرية تخرج الكثير من النخب في كل مجالات متفوقين على الكثيرين في الدول الكبرى الآن أنا ملومش تلك الدول العظمى ما نلومش فرنسا لما تبعث ببرقيه من اجل انها تستثمر لما تستثمر في معاناه الاطباء باش تدي الاطباء نتاعنا لانه بكل بساطه هم يعرفون كيف ينتقون النخبه والزبدة لكن نحن لا نعرف كيف نستثمر في ابنائنا في متخرجي المدرسه في الجامعات تذهب خريج الجامعه لما يذهب بالشهاده نتاعو واش يقول عليه اول حاجه لما يروح المؤسسة الاقتصاديه عموميه وكذا يستحقوا يقولوا يقول يقول بلي انا ما جيش تتعلم عندي وكأنه ما يعطيلوش حتى الفرصه باش يبين نعم, نعم نعم, نعم لكن الدول العظمى تعطي فرصه نعم نعم سيد نادر علي ربما يتساءل البعض لماذا بعض الجامعات في العالم يعني دائما هي الاولى هارفارد أوكسفورد، الام آه اي تي هذا تاع يعني يعني مراكز دائما راهي موجوده في المقدمه يتساءل البعض لماذا هذا الشيء لانه عندهم الطالب عندهم طالب عندهم يعيش فعلا حياه جامعيه فيها الكثير من العوامل جل العوامل تخليه فقط للبحث للدراسه للابتكار اللي هو الطالب الجزائري بين التطباع في ليكوس بين التطباع في المطاعم الجامعيه والمطاعم الجامعيه صدقني دائما ما بعض الطلبه والطالبات يعني في الاقامات ينشروا صور الوجبه في وسائل التواصل الاجتماعي والله العلي العظيم يعني تقول في احقر واحقر واصعب سجن في العالم والله ما يوكلوا غير ماشي واكله غير عذاب يعني بهذا الشيء ونريد نحن الجميع الجزائرية تكون في المقدمة ورعت هذه الأموال تعالى العدنية بالطلبة دائما نشوفه في ميزانية الحكومة ضخ ضخ كبير وراء هذه الخدمات الجامعية وراء الخدمات الطالب الجزائري يعني إذا كنت أنت الطالب من خلال معاملتك ليه تحتقره من خلال معامل تكلين تم دايرو في اخر تصنيف تجي تقولي الجامعة الجزائرية والتصنيف وراهم ظلمونا في التصنيف حنا ظلمنا انفسنا حنا ظلمنا الطلبة حنا ظلمنا هذا النظام الجامعي قبل ان اجيبك إيه؟ على سؤال ممكن تعقيب على الاخ صلاح الدين عندما نتحدث عن اشكاليات الاطباء واشكاليات الطلبة وزارة التعليم العالي مشكل تشغيل هنا وزارة التعليم العالي عبارة عن وزارة تربط مع وزارات أخرى نتذكر العمل الماضي إضراب الوطني الذي خضه إخواننا الطلبة في الصيدلة وجراحة الأسنان على قضية التصنيف هو نفس الإشكالية ده... أضربوا ده. أضربوا أضربوا نفس الإشكالية احتجوا احتجوا لا واحد من سمع ولا من رأى ولا من شيء أنت طالب ما سمع لك نعطيك يعني أمور بوجهة نظر عندما أضربوا ونفس المشكل يحدث الآن مع إخواننا الطلبة في المدارس العليا وطلبات التربيه البدنيه هنا وزاره وزاره التعليم العالي عندما تشكل لجنه وزاريه مع وزاره التربيه وقطاع اخر هو الوظيفه العمومي يقول ان وزاره التعليم العالي تقوم بدورها لانه الطلبه حاليا راهم في مؤسسات, يعني مؤسسات, مؤسسات هذه اللجان لما, لما استحدثت وداروا لهم يعني اجتماعات على مستوى حتى تمرمد العام الدراسي حتى راح العام الدراسي حتى يعني راح لا, لا, والله رأيي لا, رأيي لا ليس الامور ليس خارجه البلد ليس اشكاليه ليس ممثل على الوزاره مش ممثل على القرابه ليس اشكاليه لا 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 نعطيو 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 ممثل على الوزاره تتكلم باسم الوزاره انت لا اخي صلاح الدين سيدي يتكلم شويه اعطونا قيمه للطلبه صلاح الدين لا واسمك نادر علي ولا نادر حجار والله العظيم وكانه جا ممثل على الوزاره استاذ عندما نقدم عندما نقدم تحويل أو كده. كتنظيم كتنظيم حل المشكلة انظيم. وش... انظيم. كتنظيم انظيم. كتنظيم طلابي كتنظيم طلابي نحن كشريك اجتماعي مع وزارة التعليم العالي نحن نقود نخبه نقود طلبه نقود, وطلبة نقود نحن طلبه اللي نحن, نحن لا نرى جاوبني جاوبني على قضيه عبد السلام اللي درتو ليها جاوبني على قضيه التربيه البدنيه سعيد 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 حتى ناخذ وقتك المدارس العليا يعني جاوبني على قضيه ظروف الطالب ظروف الطالب دروك نجيك دقيقه ونجيك باختصار لان الموضوع يمشي ماشي نبقاوش يعني في نحن كنخبه اليوم متضامنون مع اخواننا الطلبه نعم ونسعى 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 مع وزاره التعليم يعني. العالي ونسعى مع وزاره التعليم العالي لحل مشاكل الطلبه عندما تكون بداغوجيا نتدخل كتنظيم طلابي وكشريك اجتماعي مع وزاره التعليم العالي نعم لكن عندما يكون المشكل خارج وزاره التعليم العالي نطالب الوزارة التعليم العالي بتشكيل لجنه وزاريه مع قطاعات اخرى مع وزارات اخرى لانه قطاع اخواننا الطلبه في المدارس العليا المشكل عندما نقوم بدراسته هو مشكل وزاره التربيه نحن ندعو من هذا المنبر سيدة وزيرة التربية والسيد معالي وزير الأول للتدخل في حل المشكل هذا نحلوه مشكل هذا نهائيا نعم نعم وقضية ظروف قضيت، الطلبة قضية ظروف الطلبة قضية ظروف الطلبة نعم أنا معك الطالب يعني في الظروف الجامعية. الصعبة الظروف الصعبة نعم. مقارنة بالظروف الممتلئة مالا نعم، وراه ظرف نعم. الطالب الجزائري الجزائر،, الجزائر, الجزائر وفرت أموال طائلة من أجل تحسين الخدمات الجامعية للطالب نعم انا معك وما هي الاوضاع الطالب الجزائري الطالب الجزائري, الجزائري نعم يعاني في الاقامات الجامعيه لكن الاشكاليه شويه عدس وشويه كسير وشويه لا لا ماشي قضيه من راح يبدع هذا من راح نفكر اقسم بالله العلي العظيم غير تشلو اذا قرا الصباح والله ما عنده لا يعني هذوك الكالوريز باش يروح يقرا العشيه الاشكاليه ليست فقط في الاطعام ليست قضيه اطعام اشكاليه في الخدمات الجامعيه نتناولها مثلا في الجانب تاع النقد في الجانب تاع الايواء جانب تاع الاطعام نعم الطالب الجزائري يعاني يعاني الطالب الجزائري وما سبب معاناته سبب معاناه بعض المسؤولين نقولها نحن بعض المسؤولين شهور. هناك مسؤولين هناك مسؤولين ليسوا اهلا بتسيير قطاع الخدمات الجامعية هاي هناك مسؤولين هناك مسؤولين ان شاء الله الوزارة والوزير راهم يشوفونا تخيلوا مثلا اذا راهم يشوفونا وشكون هما هذا استاذ علي هناك مدراء ومسؤولين من هم هناك؟ هناك اين هم؟ أحنا. نحن لا نقدم الاسماء لسنا هنا لكن، لا استاذ علي لسنا هنا لكي نقدم الاسماء هذه كاين كاين مديريه عامه للخدمات الجامعيه كاين وزاره وصيه هي اللي راهي تراقب اداء المسؤولين في قطاع التعليم العالي نحن كتنظيم طلابي ايضا نتابع الاوضاع نعم. التي نعم. نعم. نحن نقول انه هناك مسؤولين يقومون بعمل جبار وهناك اقامات نعم خلينا نط... انت قال لك قال في المجهول خليه هنا لنا في المعلوم هاي شفه. من المسؤول عن هذا الوضع تاع الطالب الجزائري من هم هناك شوف هي مسؤوليه متكامله حتى انت ثاني ودي تقول لي هناك شوف ما نقول لك لا هناك لا والو لا وريني تقول لي آه هناك وين راه آه نحب واحد زوج ثلاثه اربعه شوف, شوف شوف لكم التحقيق وكاين السلطات القضائيه تحقق كثير من المدراء تبدو دخولهم من يشتبه فيه لا 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 شوف لا لا, لا. الوضع او او واضح أو كثير حتى انا نعطيك فهمني فهم المجاهد دوك نعطيك فقط لو الذهاب الى العديد من مديريه الخدمات الجامعيه والتحقيق في التسيب المالي وسوء التسيير في الكثير من الإقامة هناك من تم محاكمتهم الان الكثير منهم تحت طائله المحاكمه سيد واجي سيد واجي سيد واجي خليني 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 سمحني فقط اسمح لي يعني مقارنه خليني مقارنه خليني بالغلاف المالي اسمح <applause> لي اسمح <applause> لي فقط مقارنه بالغلاف المالي <applause> اللي يعني للخدمات الجامعيه وكذا اللي راح تروح مثلا في رفح الخدمات الجامعيه واش هو متوسط واش هو متوسط وجبه الغداء والعشاء للطالب طيب. الجزائري قبلها قبلها واللي برك على حسب الاموال قبلها باش نكون صريح باش لانه ما عندي حتى حاجه نخاف عليهم من حتى من واحد ها. باش نكشفوا كل الامور للطلبه والراي العام انه اموال ضخمه تضخ في المطاعم على سبيل المثال لازم ياكل الجزائري خليني فقط واش, أموال. واش خليني ممكن كمير. توكل هذا الاموال واش ممكن توكل هذا الاموال هذا دوك نقول لك الدوله تصرف على كل طالب اكثر من 6 ملايين سنتيم شهريا في نقله ايوائه اطعامه كل هذه الامور لكن لا يصل حتى عشرة 10% للطالب جميل لانه علاش الكل يسرق خليني الكل يسرق من فان دو ميناج للعساس لل... للشيف ماكازيني تاع المطبخ اللي قابض النقل اللي اللي يسكت حتى على الغيابات تاع النقل الكل متواطع في الصفقات واش يوصل للطالب ومن بعد, بعد يوصل للطالب حتى الكاشير هذاك ما يصحلوش حتى بلاشين تاع ساعة ونص ساعتين باش يدي هذيك اللقمة اللي يروح ياكلها في حين انه اموال باهظة نحن الان نقول هل يتم محاكمة الجميع في محاكمة؟ على بها على بها الطالب السويدي اسمح مشيان اسمح لي خليني أه لك خليني, خليني, خليني نكمل لك أه أكثر لما احنا نتكلموا نعودوا ماناش ملاح نعودوا نسودوا في الوضع نعودوا يتابعوا فينا قضائيا ويعودوا يحاربوا فينا حتى أننا يلغيوا لنا تسجيلاتنا ويزيدوا يفوتوا الناس الكونسي ديسيبلين لأنه نكتفوا الحقائق آخرها في الجزائر شرق يتقبضوا على عمال حاكمين زوج قناطر دجاج زوج قناطر دجاج سارقينها سارقينها وخارجين بها ومن بعد حتى ما كان حتى لا حاسيب ولا راقيب مش غير يعني جامعات جامعات تأكل, الجاج جامعات تاكل الجاج جامعات تاكل اسمح لي, تأكل الجاج لي حاجه حقائق مثيره هناك حقائق مثيره لازم نبلغها الآن لما يخرج انه في الايتيكل تاعك انه اللحم يجي طازج ما يجيب اولا اللحم طازج يجيب لك كونجلي بسومه وحده اخرى ويجيب اللحم مابا مستعجل يجيب لك تاع بقره ويدلك باللي هو ليفرا خمسة قناطر هو ما ليفراش خمس قناطر ليفرا قنطار ربع قناطر داهم راحوا جيت تهضر يا اما يجي نيغوسي معاك باش يسكتك وحنا لن نسكت على هذه الامور وانه ان الاوان اننا نتاسس كطرف مدني في مثل هذه القضايا لأن العداله اللي هي ستفصل في الكثيرين هناك ايضا العجب العجاب الوزاره الوصيه ككل مدراء تحت الطائلة المتابعه نعم خليني القضائية. خليني نروح, خليني نروح. المتابعه خلي القضائيه لم يتم بالعكس تم امام هذا الواقع أمام, امام هذا الواقع امام هذا الواقع سي نادير عليتسا دور المنظمات الطلابية نحن دور المنظمات, المنظمات الطلابية, الطلابية أولا أولا ما رأيك في الكلام الذي قالوا حول لا ال... نو نو يعني لا لا لا. الناس راهي تلهط تلهط في حقوق الطلبة في وجبات الطلبة يا أستاذ يا أستاذ في جزء من كلام كل أخ صلاح الدين جزء من كلام أخ صلاح الدين أنا معه هناك فساد في الخدمات الجامعية لكن عندما قال هناك من يستفيد ولا لا استفيد هو كشخص ولا حاجه نحن كتنظيمات طلابيه الحمد لله صدورنا عاريه لكن لا, لا،, لا تدافعوا صدورنا عاريه في موقع الدفاع الصمت فقط وان تكون يعني استاذ ان تكونوا نظفاء هذا لا يكفي اوكي نحترم هذا فيكم استاذ علي استاذ علي, علي. علي. نحن لا نسكت نحن عن طريق مكاتب الولائيه نتاعنا المتواجده في كل جامعات او المكتب الوطني نقدم تقارير دوريه ويومية للسيد المدير العام والسادة مدراء الخدمات نعم هناك فساد في الخدمات الجامعية نعم الطالب لا يصله حقه شحال شحال نعم هناك, هناك انا معك هناك مظاهر يعني باش ياكل فيها اسمع خدمات يعني باش الجنائية. ياكل يعني باش ياكل وجبه دسمه فيها الدجاج فيها اللحم فيها الديسير آه فيها شيء يولي ياكلوا يمدوا له بوطة ياورت مع باش ويعطوا له الكاشير يعطوا له هذا والله كيفاش راح يقرا هذا استاذ علي استاذ علي نحن نتحدث ونقول لك ان هذه المظاهر موجوده نعم ونحن كتنظيم طلابي نقدم تقارير للجهات الوصيه نحن مقبلون والجهات الوصيه مقبلون نعم نعم نحن في نحن في تواصل دائم مع السيد المدير العام مع الوزاره الوصيه نتواصل مكاتب الولائيه نتاعنا في تواصل مع المدراء الخدمات هناك مسؤولين كما قلت في البدايه هناك مسؤولين في قطاع الخدمات الجامعيه بالرغم من الاموال الطائله التي تقدمها الدوله الجزائريه ليسوا في مستوى تسيير الخدمات الجامعيه وهذا ما اثر من عوامل التي اثرت على الطالب الجزائري نعم خلينا خلينا نروح نحن،, نحن 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 مقبلون كنا كتنظيم طلابي كشركاء اجتماعيين على تقديم مشروع الاصلاحات الخدمات الجامعيه التي كانت الوزاره آه، خلينا نروح لموضوع اخر ربما سي نادر عليت قضيه البعض آه... يقول لك انه حتى مستوى الطالب الجزائري ما كما بكري اليوم اصبح طالب بين قوسين بمرتبة تلميذ يعني خاصة غير هذاك المئزر اما صباح الخير انستي مساء النور انستي رحنا هذاك الطالب الجزائري فعلا المثقف الواعي كانت هناك يعني ساحات للنزاع والنزال الايديولوجي بين الطلبه في مراحل معينه اليوم الجامعه الجزائريه اصبحت عادي يعني انا ربما كنت في الجامعه كنت نتفاجئ انه يديروا معارض لكتب الطبخ واغاني طيور الجنه في الجامعه في حرم الجامعه يعني الانسان يبقى قرفان يا استاذ علي. هل هذه الجامعه ذو يا المستوى علي هل تم تمييع الجامعه او طالب الجامعي يا استاذ علي قضيه نتحدث عن الطالب اليوم والطالب امس لا نقول انه تمييع الجامعه لانه الطالب الذي يتحصل على شهاده البكالوريا له الحق ان يدرس ديمقراطية مؤسسه في مؤسسات هل في مؤسسات التعليم العالي نحن لا نحن لا نستطيع ان نحكم على جميع الطلبه الجزائريين ان نقول لهم اصبحوا في صف مثلا تلاميذ ولا حاجه هناك نخبه طبعا لا نعم. هناك نسبه كبيره من الطلبه الذين يدرسون في الجامعه الجزائريه عباره عن نخبه طبعا لا نعم. تلقاهم ناشطين في الجمعيات طلابيه تلقاهم ناشطين في نوادي مه. طلابيه تلقاهم حتى ناشطين في الاقامات الجامعيه من خلال آه. من خلال من خلال نوادي من خلال مصليات خ... لا نملك ختاما 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 خلينا نروح لسؤال ربما اساسي باش نحو هذا الجدل وهذا الخلاف نروحوا الجامعه الجزائريه راهي في المرتبه 2250 وقتاش واش لازم نديروا يا سي صلاح الدين دواجي باش على الاقل ندخلوا للالف الاولى معليش هي نحميو الشرف هو شيء سهل فقط، أولا كما قلت لابد من أريحية للطالب في الجانب الاجتماعي، الخدمات الجانبية، وأنا نتأسف كي نتكلموا على الوجبة ونتكلموا على هذه الأمور ونبدأ لكن واقع, في الناس. واقع. إيه هذا هو الواقع. لكن اسمع لي، خليني نكمل لك، حنا نقدموا حلول، حنا قلنا, قلنا آن الأوان إلى الذهاب إلى الدعم المباشر للطالب، أعطي له الأموال اللي راه كيتصرف عليه ويسيرها له المسؤول، أعطيها له في يده وخلي الاقامات للقطاع الخاص ينفستي يعني دراهم الأموال الاموال ما دام الاموال خارجه من خزينه الدوله اعطيها للطالب وافتح الاقامات للقطاع الخاص يتنافس فيها ما دام انه نبقاو على عموميه الدوله مانيش خصصا وانما تبقى دعم الدوله نفس النظام الاجتماعي نفس النظام الاجتماعي هذه كنقطه اما فيما يخص ايضا لما تكون هناك اريحيه الطالب يشوف روحه مرتاح في كل الجوانب يمشي نحو تكريس أن وقته كما يبقى في مثلث الموت تطبع ساعتين تاع الفطور وساعتين تاع العشاء يوصل منهك يوصل كذا بين. بلي مثلث برمودا مثلث برمودا مدرج للمطعم المطعم والغرفه فقط وبالتالي ايضا على الوزاره الوصيه وحنا كاشورا كامل نتحملوا مسؤولياتنا في حين في نقطتين هو تثمين الانجازات تثمين الانجازات مش انت خليني أكملك تثمين ما هو ما قدمته الجامعه الجزائريه لما نثمنوا انجازاتنا وابتكاراتنا واختراعاتنا نظن بلي انه التصنيف يزيد يتقدم اكثر نقولوا في الالف حتى هو بالوقت اللي عندنا لو هذيك الانجازات تثمن سيكون التصنيف اكثر نعم. خطوه سنه باختصار تسمح لي, لي مسؤوليتها اكثر في قضيه لا يمكن نعاب على التلاميذ ان الطلبه اصبحوا تلاميذ وخصوصا من فقط المسؤولية على عاتق القيادات الطلابية، التنظيمات الطلابية في تكريس جو آخر، ما يبقاش هذاك الجو اللي مشينا فيه، نعم. من خلال فتح الحرية النقابية والمطلبية والنشطوية من قبل القائمين نعم على نعم سيدنا علي واش لازم ندير؟ باش نروحوا للألف إن شاء, إن شاء الله ونكونوا إن شاء الله نجوا ونحتفلوا بهذه المناسبة ونقولوا رانا تقدمنا نحن نرى كتنظيم طلابي وكشريك اجتماعي هناك شقين شق اجتماعي ونحن مقبلون على الندوه الوطنيه لاصلاحات الخدمات الجامعيه في مارس ان شاء الله نتمنى هذه الندوه ان تقدم وتخرج بحلول جذريه لمشاكل الطلبه هذا في الشق الاجتماعي في الشق البيداغوجي لا بد من دراسه واقعيه وميدانيه لنظام ال دي الذي نعيشه نعيش السنه 15 منذ تطبيق نظام ال في, في الجامعه الجزائريه ندرس أسباب التي تركت الدولة الجزائرية تذهب إلى هذا النظام وندرس الأسباب كذلك التي تركت الأمور في بعض الجامعات تتراكم المشاكل بيداغوجيا نحن نرى بإذن الله على الوزارة الوصية أن تقدم ملتقيات وطنية ملتقيات نعم دولية من أجل من أجل من أجل دراسة ميدانية لواقعنا نعم. أشكرك هناك 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 إيجابيات يجب تثمينها وهناك دراسة لأين فشلنا أشكرك جزيلا نتمنى 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 كشركاء اجتماعيين أن نكون أن نكون في المستوى ونقدم حلول أشكرك بارك الله فيك شكرا اشكرك جزيلا الشكر سيدنا نذير عليتسا نائب الامين العام لتجمع الطلبه الجزائريين الاحرار الريال ان شاء الله ما راكمش كيما حاله الريال هذه الايام ما راهمش يعجبوا لا لا رانا لا ان شاء صلاح الدين دواج الامين العام إتحاد العام طلاب الحر يجال البارسا المفروض انتم على حساب هذا الكلاسيكو اليوم انت مع ريال مدريد على بالي شوف <applause> <applause> احنا ما نشوفوش يعني مع التنظيمات اننا في اطار <تنبق> كلاسيكو ولا نعم. انا ها فقط مزحه مزحه مهمه فقد... <applause> ان شاء الله اشكركم ربما <applause> كلمه ختم <applause> ولا ختام ولا ختمنا اشكركم جزيل الشكر كلمه صغيره نقول ما قاله شهيد الحركه الطلابيه عبد الحفيظ سعيد عندما قال نحن نعمل لغايتين لننتج ولنؤدي الواجب فان فاتتنا الاولى فلن تفوتنا الثانيه ان شاء الله ان شاء الله, الله ان شاء الله لك. لن يفوتنا القطار باذن الله اشكركم جزيل الشكر ضيف الكريمين كما اشكركم مشاهدينا على كرم المتابعه البلاد اليوم تمت برامجنا مستمره سلام الله عليكم